السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتكم محتوى هادف وفي فيديو جديد. في هذا الفيديو سنتحدث عن أهم كتب علم النفس الصادرة خلال عام 2021، والتي يجب على كل مهتم بالشأن السيكولوجي وعلم النفس أن يطلع على هذه الكتب. أول كتاب سنبدأ به هو كتاب تحت عنوان علم النفس المعرفي، بنية العقل وعملياته المعرفية، لمؤلفه الدكتور يوسف جلال من دار النشر مكتبة الأنجلو المصرية. يعد هذا الكتاب واحدا من أهم كتب علم النفس الصادرة في عام 2021، كما أنه إضافة جديدة قيمة للمكتبة العربية فيما يتعلق بالمجال المعرفي. يتناول هذا الكتاب في البداية جزءا نظريا عن نشأة وتطور هذا الفرع كأي كتاب مهتم بأي من فروع علم النفس، وبعدها يبدأ في عرض المناهج التي من شأنها دراسة هذا العلم القديم والحديث عنها. وفي الجزء الثاني من الكتاب يبدأ المؤلف بعرض العمليات المعرفية العقلية الأساسية كالذاكرة، الإدراك، الانتباه، التفكير وحل المشكلات، مضيفا عليها رؤيته وتحليلاته الشخصية لأشهر النظريات. كما يتميز الكتاب بالاهتمام بالجانب النفسي والعقلي على حد سواء، ويرجع ذلك لاعتماد المؤلف على النهج العملياتي في تحليل بنية العقل وميكانيزماته وليس النهج العاملي. الكتاب الثاني، وهو تحت عنوان فكر جيدا تشعر بالرضا، العلاج المعرفي السلوكي للأطفال والشباب. هذا الكتاب من تأليف بول سالارد، وقد ترجمه للعربية الكاتب طلعت باشا حكيم من دار النشر دار روابط للنشر وتقنية المعلومات. قدم السالارد سلسلة من الكتب المبنية على أبحاثه العلمية بعنوان العلاج السلوكي المعرفي مع الأطفال والمراهقين والأسر، والتي منها هذا الكتاب المترجم حديثا من قبل الدكتور طلعت باشا حكيم. نشر الكتاب لأول مرة عام 2002، وتمت إعادة طباعته فيما بعد أكثر من مرة، ويعتمد الكتاب على مجموعة من الخطوات المعتمدة في أي علاج، وتتلخص في العلاقة بين الأفكار والمشاعر، وكيف تجلب الأفكار السلبية العديد من مشاعر الحزن والغضب وعدم الرضا، كل ذلك من خلال تدريبات مكتوبة وأوراق للمتابعة يمكن تطبيقها بشكل فردي من قبل الأسرة مع الطفل والمراهق، أو حتى اعتمادها كأسلوب علاجي في العيادة، أي أنه كتاب مفيد لكل من المتخصصين وغير المتخصصين. الكتاب الثالث، وهو تحت عنوان التغلب على المشكلات والاضطرابات الجنسية. هذا الكتاب من تأليف فيجي فورد، وقد ترجمه للعربية محمد أحمد خطاب من دار النشر المكتب العربي للمعارف، وهو ثمرة جهد فيجي فورد بناء على خبرتها العلاجية العيادية الطويلة. وتعتمد فورد في كتابها على مدرسة العلاج المعرفي السلوكي الشهيرة، وذلك لتحديد تمرينات معينة لعلاج بعض الاضطرابات الجنسية كالعجز الجنسي، فقدان الرغبة الجنسية، وسرعة القذف، معتمدة في ذلك على شرح العلاقة بين المخ والجسد وكيف يمكن الاستفادة من هذه العلاقة لتعديل تلك الاضطرابات. نشر الكتاب في طبعته الإنجليزية لأول مرة عام 2005، وقد حقق نجاحا كبيرا وصدر منه العديد من الطبعات فيما بعد، ويعود ذلك لاستخدام فورد لأساليب وتدريبات علمية مثبتة صحتها ومجربة سريريا. وتقدم فورد في كتابها دليلا شاملا للاستخدام الذاتي من قبل المصاب بأي من الاضطرابات التي تناقشها، وذلك من خلال البداية بمحاولة فهم جسده وبعدها تعديل أفكاره عنها حتى يصل في النهاية للتحكم فيه حتى يتغلب على الاضطراب. وبالتأكيد تعتبر ترجمة مثل هذا الكتاب إضافة رائعة للمكتبة العربية عموما ولعلم النفس خصوصا، الذي يفتقد لمثل هذا النوع العلمي من الكتابات. الكتاب الرابع،
وهو تحت عنوان الدليل العلمي لمهارات العلاج الجدلي السلوكي، وهو من تأليف جيرفي سوود، وترجمه للعربية الكاتب والدكتور عبد الجواد خليفة من دار النشر مكتبة الأنجلو المصرية. الكتاب في نسخته الأجنبية من تأليف وود بمشاركة ماثيو ماكاي وجيفري برانتلي، نشر أول مرة عام 2007، ويعد من أشهر كتب الدكتور وود. وترجمه للعربية الدكتور خليفة لكونه كتابا جديدا تخلو من مثله المكتبة العربية سواء في المؤلفات أو الترجمات. ويرجع ذلك للموضوع الذي يتناوله الكتاب، وهو العلاج السلوكي الجدلي، أو ما يمكن إطلاقه على هذا النوع من الكتب كتب المساعدة الذاتية، لكونه تفصله عن التنمية البشرية غير العلمية شعرة دقيقة. يعتمد هذا الأسلوب العلاجي كما يشرحه وود على تنظيم الأفكار والمشاعر بشكل ذاتي حتى يتغلب الفرد على المشاعر السلبية. يقدم الكتاب بالإضافة إلى الجزء النظري والتعريفي مجموعة من التدريبات التي يمكن للفرد أن يقوم بها بمفرده حتى يستطيع تحقيق جزءا كبيرا من السلام النفسي من خلال التحكم في سلسلة الأفكار والمشاعر والأفعال الملتحقة مركزا على أربعة مهارات أساسية، وهي تحمل الضيق، تنظيم المشاعر، وفعالية التعامل مع الآخرين، موضحا أهمية كل منها. الكتاب الخامس، وهو تحت عنوان قهوة صباحية مع النفس، لمؤلفته نشوى صالح من دار دوين للنشر والتوزيع. يعتبر هذا الكتاب بمثابة مساعدة ذاتية موجه للقارئ العادي غير المتخصص أكثر من كونه موجها للمتخصصين، ولكن هذا لا يعني أنه غير مفيد إن كنت متخصصا في مجال العلاج النفسي والصحة النفسية بشكل عام. فقد قدمت لنا الدكتورة نشوى دليلا رائعا لتحقيق السعادة والسلام النفسي، معتمدة في ذلك على المنهج العلمي والآراء المختلفة للمدارس السيكولوجية، بالأخص المدرسة الإنسانية. كما أن الكاتبة تقدم كذلك فصلا من الكتاب يعرف القارئ على أزمة منتصف العمر عند الرجال والنساء. الكتاب السادس، وهو تحت عنوان الأطفال لا يفهمون كلمة لا، لمؤلفته سارة النجار من دار دوين للنشر والتوزيع. هذا الكتاب يعد من أكثر الكتب مبيعا في مجال التربية والتنشئة في عام 2021، ويعد من أهم كتب علم النفس، فهو دليل شامل للأمهات والآباء عن الطريقة السليمة التي من خلالها يمكنهم إعداد فرد متزن وسوي نفسيا وذو شخصية قوية وناجحة. وتقدم الكاتبة هذا من خلال 21 مبدأ يحكم علاقة الطفل بالوالدين من خلال عامل مهم جدا لا يلتفت له الكثيرين، وهو الحب. وتوجه الكاتبة في الأساس حديثها للأطفال الذين يعاني ذويهم من عنادهم المستمر وخروجهم عن السيطرة عن طريق افتعال نوبات غضب بمجرد رفض طلباتهم. بالتالي تقدم بعض الخطوات والتكتيكات التي يمكن للآباء تطبيقها مع أطفالهم لتخطي تلك العادات، وقبلها مساعدة الآباء على السيكولوجيا الخاصة بالطفل والطريقة التي يعمل بها عقله من الأوامر بالأخص. الكتاب السابع، وهو تحت عنوان اعرف طفلك وتأهيله لغويا واجتماعيا، وهو من تأليف عزة عبد ربه نجا مصطفى. هذا الكتاب يعبر عن نظرة مبسطة متفحصة في أهمية الحواس الخمس في تنمية القدرات اللغوية، الحسية، الحركية والاجتماعية لدى الطفل. في البداية خصصت الكاتبة فصلا تعريفيا عن أهمية تدريب الحواس المختلفة في الأعمار الأولى للطفل، ولحق ذلك فصل عن المهارات اللغوية وكيف يمكن للآباء تنميتها من خلال بعض التدريبات المهمة. وفي الفصل الثالث ربطت وأوضحت علاقة المهارات اللغوية بنظيرتها الاجتماعية وكيف تتأثر كل منهما بالأخرى.
وعن الفصل الأخير المخصص للطفل المميز، أوضحت بلغة بسيطة يدركها القارئ العادي والمتخصص عن أعراض ثلاثة من أهم الاضطرابات التي تصيب الأطفال، وهي الإعاقة العقلية البسيطة متلازمة داون، اضطراب طيف التوحد. ثم خصصت لهم تدريبات معينة تساعد الآباء والمعالجين في تحسين المهارات اللغوية والاجتماعية لديهم قدر المستطاع. الكتاب الثامن، وهو تحت عنوان برنامج تأهيل اضطرابات النطق وتنمية المهارات اللغوية، وهو من تأليف الدكتورة سهام حسن من مكتبة الأنجلو المصرية للنشر. يعد هذا البرنامج دليلا شاملا فيما يخص اضطرابات النطق والكلام والمهارات اللغوية، ويستهل بشرح نوعية تلك الاضطرابات والفرق بينهما والأسباب التي تؤدي إليها، سواء بيولوجية، نفسية أو حتى تربوية. من الأمور التي يجب الإشارة لها أن هذا البرنامج معد ليناسب أولا أخصائي التخاطب، وثانيا الآباء والقائمين على رعاية الأطفال ذوي الاضطرابات على حد سواء. وتقسم البرنامج أولا إلى تمرينات الأعضاء المسؤولة عن النطق والكلام لدى الطفل، والتي من خلالها يبدأ تعلم الكلام كاللسان، الشفاه، والأسنان وغيرها، مع تقييم تلك التمرينات وتحديد الحالة الفعالة لكل تمرين منها. بعد ذلك يقدم لنا الدليل أسباب وطرق تشخيص وعلاج اضطرابات النطق كالحذف، الإبدال، التشويه. وأخيرا يتناول موضوع اضطرابات الكلام كالتأتأة، الخنف، اللجلجة، والسرعة الزائدة في الكلام من خلال الأسباب وطرق التشخيص والعلاج عن طريق التدريبات البسيطة. الكتاب التاسع، وهو تحت عنوان المعرفة بين الانفعال والأخلاق، لمؤلفه عبد الهادي السيد عبده من مكتبة الأنجلو المصرية للنشر. في مزيج من الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، يقدم لنا الدكتور عبد الهادي كتابه الجديد حول علاقة المعارف التي يكتسبها الإنسان طوال حياته، والأخلاق والانفعالات، وكيف تؤثر تلك العلاقة في مجملها على العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي يكونها الفرد، بداية من علاقاته الأولى في الأسرة حتى علاقته في العالم الخارجي مع الآخرين. فهو يحاول تلخيص واحدة من أهم المشكلات الفلسفية التي اهتم بها العديد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع على مدار السنين، كما يناقشها الكاتب من زاوية ورؤية القرن الحادي والعشرين، مستخدما في ذلك خبرته الطويلة في النفس الإنسانية وتحليلها بناء على القواعد التي تحكم المجتمعات. الكتاب العاشر، وهو تحت عنوان اضطراب الشخصية الحدية دليل علمي، لمؤلفه دانيال جي فوكس، وترجمه للعربية عبد الجواد خليفة. هذا الكتاب من دار النشر مكتبة الأنجلو المصرية، تم إصداره حديثا نسبيا في عام 2019، وتم ترجمته من قبل الدكتور عبد الجواد خليفة في 2021. يتناول هذا الكتاب اضطراب الشخصية الحادية، الذي يعتبر من الاضطرابات الحديثة نفسيا في الدليل التشخيصي، وبالتالي الإصدارات التي تناولته قليلة. ويبدأ الكاتب بشرح الاضطراب وتعريفه وعرض أعراضه وأسبابه والأفكار التي تلحق المريض أثناء تجربته المرضية قبل وبعد التشخيص. ويعتمد الكاتب على فكرة أساسية تتعلق بالشخصية الحادية، أي أنه مع كل حالة تختلف الأعراض وطرق التعبير، لذلك حاول وضع دليل مرن لحد كبير يساعد المعالج والمريض في التعامل مع الأعراض أيا كان شكلها، من خلال عدد من المدارس العلاجية التي أثبتت نجاحا في التعامل مع الشخصية الحادية، كالمدرسة السلوكية الجدلية، المعرفية السلوكية، والمدرسة الإنسانية. إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن الكتب أو أهم الكتب في علم النفس الصادرة سنة 2021. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا من هذا الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.